اليوم كان عندنا لقاء المجلس الاستشاري التابع لجمعية إنتاج مع الموسم الرابع من بيج. إحنا وقعنا مع إنتاج السنة الماضية عشان المجلس الاستشاري اللي هو عبارة عن مجموعة من المتطوعين مدراء تنفيذيين وفاوندرز لشركات بتبرعوا حتى يعملوا توجيه وإرشاد لشركات. وقعنا السنة الماضية بلشنا بالموسم الثالث وهلأ الموسم الرابع عم بلتقوا المرشدين مع الشركات اللي موجودة 6 شركات الموجودين معنا بالموسم الرابع من بيج حتى يشوفوا كل واحد إيش بده مساعدة ويوجهوه إن شاء الله لطريق النجاح. يسعد مساكم، أنا اسمي نضال البيطار، أنا الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات. اليوم مميز الصراحة للموسم الرابع للرياديين من شركة أورنج، وإحنا موجودين اليوم في منصة بيج. رح يكون موجودين معهم الممثلين من مجلس المحيط الأزرق في إنتاج اللي هو البلو أوشن كونسل، وهدول مجموعة من المرشدين اللي ممكن يعطوا من وقتهم ومن خبرتهم للشباب الرياديين الجداد في هذا الموسم. وأنا بشكر أورنج لدعمها للريادة في المملكة.